وجه وزير الإعلام محمد الجبري جميع الفرق العاملة التابعة لمختلف قطاعات الوزارة على تسخير كل الإمكانيات والحرص على نقل أحداث وأنشطة وفعاليات بطولة كأس الخليج العربي في دورتها 23 بصورة احترافية. أوضح وزير الإعلام في تصريح عقب جولة له في استاد جابر الدولي، أوضح أن الوزارة ستعمل على ضمان تغطية إعلامية مميزة تليق بمكانة الكويت وإرثها الإعلامي الثري، لا سيما أن القيادة السياسية وفرت كافة الإمكانيات لإنجاح هذا الحدث الرياضي المهم. تتسارع وتيرة العمل والاستعدادات في أروقة استاد جابر الدولي، والذي أصبح جاهزا بالكامل ومن مختلف الجهات لافتتاح خليج 23. فرق عمل عديدة وحضور لكبار المسؤولين، ففي الجانب الإعلامي الاهتمام العالي بجولات وزير الإعلام محمد الجبري ووكيل وزارة الإعلام طارق المزرم، متابعين أدق التفاصيل لإظهار تغطية استثنائية لمهرجان الافتتاح وتغطية المباريات، إلى جانب مشاركة جهات عدة ستكون الرهان الحقيقي لإنجاح هذه البطولة. وجدت من واجبي الوطني أن كل الفرق اللي تعد وتعمل لإنجاح هذا المشروع الوطني الخليجي الكبير العربي أن نقول لها شكرا ونحييهم وأن ندفع باتجاه مؤازرتهم. أكبر نصر أن تعقد الدورة بالكويت وبحضور جميع الأشقاء، ونتطلع إلى نجاحها وأن يسودها الروح الرياضية، وهذا انتصار كبير يسجل الكويت ويسجل أيضا للقيادة السياسية اللي هي مدرسة في تعزيز التضامن والمسيرة الخليجية. إذن جهات عديدة تكاتفت لإظهار الدورة بأبهى حلة، جولات ميدانية على مدار الساعة واستكمال لجميع العناصر لهذا الحدث الرياضي الخليجي والذي سخرت له كافة الإمكانيات الضخمة. ان شاء الله يطلعوا بيضون الوجه اخواننا، احنا ما نطالبهم بالبطوله، نطالب بس بالمستوى الطيب والفريق الزرقاء اللي احنا مشتاقين لها نشوفها داخل الملعب، هذا اهم شيء. اما بالنسبه للتنظيم، انت مثل ما انت شايف الكل من جميع الجهات الداخليه، الاطفال، الجيش، الحرس الوطني، جميع الجهات العاملين، الصراحه انا ما احب اذكره لاني راح انسى، شيء طبيعي، فمتواجدين 24 ساعه. مثل ما انت شايف جميع القيادات والجهاز الاداريه والمؤسسات كلها متضافره جهودهم بحيث ان نخرج في شكل جميل للوحة جميلة تمثل الكويت من بعد الإيقاف. يبقى روح الفريق الواحد الانعكاس الحقيقي قبل افتتاح خليج 23 بعمل منظم للجان العاملة والتي ستقدم الصورة الحضارية للشباب الكويتي بالتنظيم وتجمع الأشقاء الخليجيين في هذا المحفل الكروي المرتقب. راد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.